السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد في نكوشة. قولوا السلام عليكم. غير مصدومة مسكينة، فرقتها على خوتها باش غادي ندوش لها هي اول وحدة. فان شاء الله في هذا الفيديو غنشارك معكم الطريقة الصحيحة اللي كنحمو بها القطيطات ديالنا، وخصوصا القطيطات اللي كيكونوا باقين صغار. فاول حاجة عملتها قبل ما ندخل القطيطة للحمام هو انني سخنت الحمام مزيان باش من دخل القطة ما يضربهاش البرد، لانها يعني هي باقا صغيرة والقطط الصغارين كيبردوا دغيا. فهنا عملت لها الماء وبديت كنمزق لها الشعر ديالها غير الوجه ديالها. حاولوا انكم ما تخويوش الماء عليه، فقط مسحوا غير بيديكم فازكين، وحتى الودنين ديالهم حاولوا ما تقيسوهمش بالماء، غير مسحوهم. فانا هنايا كنستعمل هذا الشامبو، هذا الشامبو هذا ديال الاطفال اللي كيكون فيهم القمل او البرغوث في الشعر ديالهم. فغادي نعملو لها في الجسم ديالها كامل، غادي ندوزو غير بهذه الطريقه، ما غنستعملش المشط. فيمكن لكم تستعملوا اي شامبوان ديال الاطفال، يعني ماشي مشكل، يعني حتى اللي كيستعملوه الاطفال يمكن لكم تستعملوه، حتى اللي كيستعملوه يعني الانسان كبير فما كيوقع لهم حتى شي حاجه، ولكن يفضل يكون شامبو خاص بالقطط او شامبو ديال الاطفال. وانا كنستعمل هذا ديال ضد البرغوث، لان الا كانت فيهم شي برغوث او شي حاجه راه كيتقتلوا. وصراحه انا ما كنستغناش على هذا الشامبو هذا للقطيطات الصغارين، لانه الصراحه كيقتل شي حاجه سميتها البرغوث. فالصراحه هاد القطيطه سهله 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 بزاف. بالنسبه حبابي الماء ما يكونش بارد وما يكونش سخون بزاف، يعني يكون معتدل باش القطيطه ديالكم ما تمرضش. دابا غادي نشللها بالماء يكون نقي. صراحة سهله سهله بزاف، ملي كتفكر المسكينه ما والو، عاجبها الحال. وهذه القضيه ديال ان القطيطه باش ما تبقاش تحرك لكم بزاف وتبغي تهرب لكم، الا ولفتوا انكم توشوا لها ملي كتكون باقا صغيره فكتولف وما كتبقاش تبغي تهرب لكم اولا شي حاجه، لانها كتستانس انكم توصلوا لها. صافي، وكنبدا نمسح لها العينات ديالها. كنجيب هاد الفوطه هادي وكنحاول انني نمسح لها مزيان. بعدا قبل مسحو لهم بالفوطه مزيان، يعني حاول تنشفوهم بالفوطه هي الاولى مزيان، يعني حاولوا انكم تاخذوا خطوه وقتكم في الدوتشه، مسحو لهم في الدوتشه حسن ما تخرجوهم حتى لبرا، عاد تمسحو لهم تنشفوهم بالماء مزيان، عاد تقدروا تخرجوهم. ما تخرجوهمش من الدوتشه سخونه وتخرجوا حتى لبرا عاد تمسحو لهم، لا نشفوهم مزيان توتشا عاد خرجوهم. فالمرحله الثانيه بعد ما نشفتها مزيان كنعمل لها السوشوار. بالنسبه للسوشوار ما خصوش يكون سخون بزاف وما خصوش يكون بارد عاود باش ما مرطوهاش، يعني تكون درجه الحراره معتدله ويديكم مع الشعر ديالها باش نتوما كتحسوا بدرجه الحراره، وفي نفس الوقت كتسهلوا العمليه ديال التنشف. كتبقاو ديو الشعر وتجيبوه باش كتعرفوا البلاصه اللي ما ناشفاش مزيان، حاولوا تنشفوا مزيان القطيطات باش ما يضربهمش البرد، خصوصا دابا كما قلت لكم يعني الفتره ديال يعني باقي البرد، وخصوصا القطيطات اللي كيكونوا باقيين صغار دغيا، يعني تيكونوا حساسين دغيا يقدروا يمرضوا لكم. والصراحه القطيطه سهله بزاف، غادي ناكلها سهله سهله، يعني ما لقيتش معاها مشكل نهائيا.
لان اصلا هي عاجبها الحال، عاجبها الحال يعني، كنشفها وعجبها الشوا، عجبتها هذيك السخونيه. فخاصكم تاخذوا الوقت الكافي باش تنشفوهم، حاولوا تنشفوهم مزيان مزيان كما قلت لكم. شفتها فمباشرة كندوز كنجيب عدد العود الودنين وكنحاول نقي لها وديناتها إلا كان فيهم شي وساخ أو لا كانوا فاسكين. ف بهذه الطريقة هذه كنحاول نقي الودينات ديالها. صراحة وديناتها نقيين ما فيهم حتى شي حاجة. وكنجوز لودنية أخرى كما العاده يعني، الجهه اللي عملت بها الودن الاولى ماشي هي نفس ديالي، انا عمل بها الودن الثانيه باش حتى لو كانت عندها الله يحفظ شي ودن مريضه ما كان عاديوش الودن الثانيه بهذه الطريقه هذه. وحتى كان يعني كنقيم لها ودينات ديالها وكنشفوهم لها في نفس الوقت. كنعاودو حتى بالعود الثاني، هذا صافي كنسيبوه. كنزيدو نشفو بيه، يا عاجبها الحال ومرتاح. تحت عنقها حسيت باقي شويش فازك، فغادي نزيد نشف لها اي بلاصه جبرتها فازقه كنشفها لها، لانني كنخاف قطه باقا صغيره والمرض ديال القطط الصغارين كيكون خايب لان كتكون مناعه ديالهم ضعيفه بزاف ماشي بحال القطط الكبارين. وهاد المرحله هذه كنشوفها ضروري القطط الصغارين لان العين ديالهم كتكون حساسه في الصغر. فغادي نعمل هذه القطره هذه اللي كتنقي لهم العوينات ديالهم وغادي نعملها لها في العوينات ديالها. بهذه الطريقه نحاولوا نحلوا العين ديالها كنعاونوا بالاصبع. اسمحوا لي على التصوير اذا كانت شي حاجه ما واضحاش. وكتكون هذه هي المرحله الاخرى اللي كنمشط لها الشعور ديال العفيف باش اذا كان شي شعر تخبل او لا هذه فكنحاول انني نسرحو لها باش ما تمشيش تسرطو بهذه الطريقه وهي عاجبه الحال ومرتاحه. شفتوا لقيتها شحال مزيونه ما شاء الله صلى على النبي، عاجبه الحال وجهها النعس والله. بعد المره كنحس بعيني صافي صغمطو. هنا هي الشعر فحال اللي تخبل لها وعندي هاد المشيطه هادي كنحاول اني نسرحو لها صافي كنقدوها زعما. هي مسكينه ارتاحت دابا كنحس بها تنعس صافي نعسات كتغمض عينيها وكتمشي. مهم هذه هي اخر مرحله، غادي نزيد نحاول نشفها شويش قبل ما نديها لي ماها، ولكن غادي نزيد نشفها غير واحد شويش في الوسواس خصني تنشف كامله. يعني كنخاف يضربوا من البرد صراحه لانني كان مين كيضربوا من البرد راه ربي اللي عالم، راه انا اللي كنمرض ماشي هما. حبايبي وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو.